قام الدكتور عبد اللطيف الشيخ وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ورئيس اللجنة العليا لأعمال وزارة الحج والعمرة بجولة تفقدية للوقوف على جاهزية المرافق بمنطقة المشاعر المقدسة ومسجد بمشعر عرفات والكبائن المخصصة للدعاء، كما اطمأن على جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام. وتفقد الدكتور عبد اللطيف الشيخ مسجد الخيف بمشعر منى واطلع على أبرز المشروعات المنفذة فيه واطمأن على جاهزيته. ودشن الدكتور عبد اللطيف الشيخ مشاريع الصيانة والتشغيل لمساجد مكة المكرمة ومنطقة المشاعر المقدسة وعدد من المواقيت ومرافق الوزارة الخدمية بمشعر منى بتكلفة تتجاوز 356 مليون ريال سعودي تزامنا مع بدء موسم الحج الحالي. ورفع الدكتور عبد اللطيف الشيخ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمانه من عناية واهتمام بكل ما يخدم ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والتيسير عليهم لتأدية مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. أولا أحييكم وأحيي قناة الإخوة في مصر وأحيي الشعب المصري الشقيق. الاستعدادات ولله الحمد اكتملت 100% في المشاعر من قبل وزارة الشؤون الإسلامية، وجميع المساجد هيئت بجميع ما تحتاج إليه من تكييف ومن إضاءة ومن فرش ومن مياه ومن تنقية الهواء وجميع الأعمال المناطة بوزارة الشؤون الإسلامية. الآن نستطيع نستقبل الحجاج في أي وقت كان وفي أحسن حالات الاستعداد، فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم فضل التوجيهات والدعم الكبير الذي يدعم الوزارة بها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، والمتابعة المستمرة من قبل سيدي ولي العهد الذي يعمل ليل نهار منذ أشهر ويوجه ويتابع الأعمال التي تعنى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام والقادمين لأداء هذه الفريضة الكبرى الحج. إن كان لكم من وصية الشاشات؟ ليس لي وصية، أوصي الحجاج جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يلتزموا بما أوصاهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدوء والسكينة والاطمئنان والتعاون على البر والتقوى، وأن ينفذوا التعليمات التي تنظم سير الحجيج وتنظم رحلاتهم حتى يكون حجهم إن شاء الله في يسر وسهولة. شكرا لكم.